كل الحب. لكن كيف ترى يعني هذا اللقاء يمكن على المستوى العربي؟ انا كان ليا الشرف ان انا لعبت مرتين، مره في سيمي فاينال البطوله العربيه في القاهره 2-1، ويوسف سنان كان سجل فيها واحنا كنا سجلنا، كانت اول مره قاعده الهدف الذهبي، وبطوله النخبه اللي كانت في السعوديه احنا حرمنا الهلال من الفوز باللقب. الشباب راح اللقب وكنا فزنا 1-0 بهدف لاحمد فيليكس. الاجواء، الزمن اتغير، الدنيا اتغيرت. شايف لقاء الغد او النهارده بقى او بعد الغد عامل ازاي؟ يعني نعم، هو شوف، هو ما في شك لقاءات الهلال والاهلي هي هلال واهلي بغض النظر عن اللاعبين. نعم، يعني مهما كان النجوم الموجوده في الفريقين يعني هم هلال واهلي. صحيح. ويمكن انا اتذكر مباراه للاهلي المصري زار السعوديه في التصفيات العربيه، نعم، وانتهت 1-1. نعم، بالرغم من غياب لاعبين الهلال الدوليين. نعم، فيظل المباريات يعني متكافئه جدا. مباراة السبت ما حتكون يعني حتخرج عن هالإطار. أتوقع أن الأهلي بالرغم من كل ما يقال عن مستواه، الأهلي عنده ميزة، فريق مقاتل مكافح، عنده تاريخ واسم يلعب له، وجماهيرية كبيرة، فما أتوقع أن هذه حتسهل مهمة الهلال. الهلال ما في شك أنه قدم مباراة كبيرة أمام تشيلسي وكان فريق يعني حديث الناس، ولكن أيضا مشكلة الوقت بين المباريات والضغط اللي يحصل. صحيح. بعد ما تبذل مباراة كبيرة وتقدم مباراة كبيرة ما تضمن أن المباراة اللي بعدها تؤدي نفس المستوى، ولكن بشكل عام الديربيات العربية أو الخليجية دائما تكون فيها حماس، فيها روح، فيها بحث عن الفوز. نعم. ومتوقع أن تكون مباراة كبيرة يعني ما تخرج عن إطار مباريات الفريقين السابقة. برأيك ما هي أوجه الشبه ما بين جاردن المدير الفني للهلال السعودي وموسيماني المدير الفني للنادي الأهلي المصري؟ لا يوجد مقارنة مطلقا. لا يعني توجد مقارنة، لا توجد مقارنة. الهلال بيلعب سيستم، اسلوب لعب واضح مدروس. على سبيل المثال الكرة اللي انفرد فيها ماريجا، ايوه، 23 تمريرة. صحيح. وكانت منتقلة من جهات الملعب حتى استمكن من اختراق تكتلات كويس. انت بتقول لنا عشان ناخد بالنا بقى في التكتيك. بينما الأهلي، نعم، واضح أنه بالفعل المدرب أقل من إمكانيات الفريق. أقل؟ أقل من إمكانيات الفريق. كل هذه الانتصارات والبطولات والنجاحات الكبيرة، في فرق أنه أنت تنتصر وفي فرق أنك تخرج مقنع أنك تنتصر بأداء ومستوى وكرة قدم تليق بالفريق. أنا أشوف أنه الأهلي يعني عنده إمكانيات أكثر من هذه. يعني أنت من وجهة نظرك بالضبط قادر أنه يؤدي كرة قدم حديثة، يؤدي كرة قدم جماعية، فيرست تاتش، لعب مفتوح، لعب جيد، يعني يمتع المشاهد وفي نفس الوقت ممكن الحق ممكن إمكانية. ممكن يقنعك بعد المباراة، ممكن بعد المباراة نشوفها. لكن اللي شاهدناه المباراتين الأولى يعني بس مباراة مونتيري الأهلي كان ممتاز، مونتيري كان جيد، لكن المباراة الثانية كان في احترام كبير. هو نفسه اعترف انه احترم زاد عن اللازم بالميراس، وقلل من امكانيات الأهلي بالدفاع. يعني انت كأنك تنتظر انه يسجل فيك جول. صحيح. طول المباراة يعني تراجع نتائج الهلال في الدوري السعودي والسماح بزيادة الفرق، الآن الفرق 12 نقطة. صحيح. لصالح الاتحاد مع مباراة أقل للنادي الهلال. بالضبط. أثر على ثقة جماهير الهلال في جاردن؟ بالتأكيد كان، نعم، في ضجة كبيرة على المدرب وعدم يعني اقتناع بالنتائج اللي تحققت بالرغم أنه مدرب كبير طبعا واسم كبير، حقق دوري أبطال آسيا يعني كلها بشهر ونص أو شهرين، وكان دوري صعب. بالضبط. غير، نعم، مقبول تعثر الهلال في أي مباراة. نعم. يمكن المأخذ الوحيد اللي يؤخذ على المدرب أنه ما أعطى فرص للبدلة. نعم. بعد ما أخذ البطولة الآسيوية خلاص فريق تشبع، حقق بطولة ولا زال في نشوة الانتصارات. صحيح. يفترض أنك تضخ دماء جديدة، خصوصا أنه عنده احتياط جيد، عنده ما شاء الله عنده فرقتين. بالضبط. نعم. فاحتفظ بنفس المجموعة اللي جابت كأس آسيا، وبالتالي دخلت المباريات بدون الحافز والشغف والحماس، وخسر في التعادل في أكثر من مباراة.